صباح الهنا والرزق والخير على حضراتكم كل بيتابعنا دلوقتي في 10 الصبح في الاهلي. هنقدر نقول عن جداره في اي مكان طبعا في العالم، يعني الحمد لله جماهيرنا ومتابعينا من كل انحاء العالم موجودين، جاليات العربيه والاهلاويه اللي في كل اماكن العالم، ويعني اللي بيبقوا حريصين فعلا ان هم يتابعونا ويعرفوا اخبار النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. بيسعدنا جدا حقيقي المتابعات دي. صباح الفل وحلقه جديده ومعانا اخبار كتيره اكيد خاصه بالنادي الاهلي والصفقات الجديده، او تحديدا الصفقه الجديده اللي ناس كتيره بقالنا تقريبا اسبوعين بتسال وبتتساءل مين هو المهاجم الجديد النادي الاهلي. النهارده هنعلن لحضراتكم كل التفاصيل. بونجور كريم. بونجور عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم، احنا بالفعل النهارده عايزين في الجزء الاول من حلقتنا نتكلم بشيء من التفصيل عن كل تفاصيل الصفقه الجديده، وفعلا الناس كلها كانت بتتساءل حتى في التعليقات حضراتكم على كل حلقه من حلقات 10 الصبح في الاهلي على مدار الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، دايما السؤال ده قاسم مشترك بين كل الحلقات، ايه اخبار المهاجم الجديد؟ فهنعرفها لحضراتكم النهارده. عفوا، ولكن في البدايه عايزين بس طبعا يعني زي ما كنا من كام يوم بنتوجه بخالص تعازينا لكل حبايبنا وكل اشقائنا في المملكه المغربيه طبعا اللي عانوا كتير من الزلزال المدمر اللي حصل هناك، لازم كمان نتوجه بخالص تعازينا لاخواتنا وحبايبنا في ليبيا. طبعا اعصار دانيال عامل يعني اثار سيئه جدا جدا الحقيقه، في يعني قرى كامله في منطقه دارنا اختفت بالكامل، فكل طبعا يعني قلوبنا مع اشقائنا في ليبيا. وعايزين نقول لحضراتكم كمان ان في مصر اعلن الحداد لمده 3 ايام تضامنا مع كل اشقائنا في المملكه المغربيه وفي ليبيا. الوضع كارثي يا نهاوند بالمعنى الحرفي. بص، حسب التقارير الاخيره 2800 قتيل جراء هذا الزلزال اثر برضو السيول والفيضانات اللي حصلت. يعني اعتقد طبعا حاجه كنا لا نتمنى تماما حدوثها، لكن لو انت فاكر واحنا بننعي يعني اشقائنا في المغرب بسبب الزلزال كنا بنتكلم، وانا قلت لك تحديدا يا رب ما يكونش في تبعات اخرى او كوارث طبيعيه اخرى، ان احنا كنا سمعنا من بعض الخبراء كمان الدوليين ان هيكون في لسه. وعلى فكره برضو اعصار ليبيا او دانيال ده تحديدا مش اخر كارثه طبيعيه هتضرب بعض البلاد للاسف لسه، وسمعنا ان في بعض الكوارث الاخرى اللي ربما تطال لبعض الدول العربيه الاخرى، لكن اكيد احنا مش هنتكلم لان ده مش الملف اللي احنا معنيين بيه، لكن بننوه عما قيل يعني في الصحف والمواقع الاخباريه المختلفه. الله يرحمهم طبعا 2800 قتيل حتى الان، غير المفقودين غير المصابين، فيعني ربنا يسترها كمان يا كريم، لان فعلا الموضوع سيء جدا. وانا عندي اصدقاء ليا على فكره في ليبيا، الوضع كارثي طبعا وسيء، والناس هناك فعلا يعني مش كويسين، يعني لما تيجي تتكلم وتطمن حتى اللي ما اصابهمش حاجه يقول لك لا الوضع صعب جدا جدا، الناس كلها بتعاني حتى اللي ما عندهمش اي وفيات او اصابه يعني.